اسمك ايه؟ سمايل امير. هسألك اسئلة اشوفك انت تعرفي سمايل امير ولا لا. تمام؟ انت شايفة نفسك حلوة ولا مش حلوة قوي؟ حلوة. حلوة. حلوة في ايه؟ ان انا بسمع الكلام وبعمل كل حاجة بابا وماما بيعوزوها. بتحب ماما وبابا. اللي انا بعمل حاجات حلوة وبسمع الكلام. طيب لو ما سمعتيش الكلام وما عملتيش الحاجات اللي بابا وماما يعزوها تبقي حلوة ولا وحشة؟ ببقى وحشة. لو مش شاطرين في المدرسة ومش بنسمع الكلام نبقى وحشين؟ آه. فعلا؟ آه. طب انا ما كنتش شاطرة في المدرسة انا كده وحشة؟ وحشة؟ آه. بابا بيقولك ايه عنك؟ يعني بيقولك انت ولد ايه؟ انا ولد هادي وجميل ومؤدب وولد جميل يعني شاطرة. وبيقول لي تعالي تلعبي معايا نلعب مع بعض. انا شاطر. انا ذكي. بسمع كلامي في كل حاجه. وماما بتقول عنك ايه؟ انت ايه؟ ماما بتقول ان انا ولد جميل وعندي شخصيه ربنا اداني جميله وحاجات كتير. بس يعني لما بساعد ماما يعني بنضف مع الدنيا هناك فايه بتقولي انت جميله قوي. يا جيس انت شاطره. اعملي اي حاجه العب بمكعباتك. بتقولي ان انا افضل بسمع كلامها ومش بعمل اي حاجه وحشه. انت ولد حلو. بتحب الناس كلها. بتساعد الناس كلها. وانا شايفك كده. ايه الحاجات اللي بيقولوها لك تضايقك؟ يعني بيقولوا حاجات مش كويسه في جمينة زي ايه؟ يعني لما مش بساعد ماما كده وبيصعقوا فيا مثلا يقولي وحشه يعني قلب وحش مش نظيف زي كده. بس بيقولوا لي ليه يعني بتعملي حاجه غلط. وممكن يشتموكي ساعات. يقولوا لك ايه؟ يا وحشه. ايه كمان؟ يا اللي مش بتحب الناس. انا بحبهم. مش بتحب الناس. وايه كمان؟ يا اللي بتضايق اصحابك. انا مش بعمل كده. اوكي طيب خلاص. يا اللي بتاخدي بانش. انا مش باخد بانش. يعني احنا اللي بيخلينا حلوين هو ان احنا نسمع الكلام وهو اني نبقى شاطرين في المدرسه. بس. طب اسالك سؤال تاني بقى دلوقتي. انت لو انت بقيتي ماما لما تكبري وتبقي ماما هتعلمي ولادك يعملوا ايه؟ اللي هم يسمعوا الكلام ويتكلموا بطريقه حلوه ويسلموا على الناس. انت شايفه كده ان اهم حاجه في الدنيا ان الاطفال يسمعوا الكلام بس.